بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نقوم بشرح الجملة الشرطية أو الـ if statement، وسوف نقوم إن شاء الله بشرح الـ if statement من خلال المثال الذي أمامكم، من خلال السؤال الذي أمامكم. وسبق أننا طرحنا السؤال هذا من قبل، ولكن في هذه المرة سوف يعني نقوم بحل السؤال بطريقة أكثر تفصيل باستخدام الـ if statement. طيب، مرة يقول السؤال: استخدم الأطباء مؤشر كتلة الجسم أو الـ BMI Body Mass Index لقياس مستوى السمنة عند الشخص، ويتم حساب المؤشر بالطريقة التالية: الـ BMI يساوي الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر. بعد كذا بداية على بناء على النتيجة يكون تحديد مستوى السمنة. إذا كان الـ BMI أقل من 18.5 فإنه يعني أن الشخص نحيف جدا، إذا كان الـ BMI بين 18.5 و24 و9 بالعشرة فإنه وزن معتدل، وإذا كان الـ BMI بين 25 و29 و9 فإن الشخص يعتبر بدين، عنده سمنة يعني بسيطة، وإذا كان الـ BMI أكبر من أو يساوي 30 فإنه الشخص عنده سمنة مفرطة. بعد كده السؤال يقول: اكتب برنامج يقرأ طول ووزن مستخدم ثم يطبع له مستوى السمنة. طبعا السؤال احنا شفنا قبل كيف نحسب الـ BMI نفسه، يعني شفنا قبل كيف نحسب الجزء هذا. الآن أنت تفكر أنك تحل السؤال اللي قدامك. طبعا لازم أولا تحدد كيف، يعني أثناء لما تجي تحل السؤال حدد أول شيء، افهم السؤال، طبق مثال. سبق طبقنا مثال على السؤال هذا، يعني خذ مثلا، خذ نفسك أنت كمثال، خذ وزنك بالكيلو جرام، خذ طولك ربع الطول، واحسب بالآلة الحاسبة يعني زين، وجرب شوف كم يطلع الناتج، وحدد فيما يعني حدد البي ماي حقك، وحد يعني بناء على القواعد الموجودة قدامك حدد وزنك، يعني طبيعة وزنك. بالطريقة هذه راح تفهم السؤال، وهذا جزء مهم جدا عندما نحل البرامج. مهم جدا انك تفهم المسألة او المشكلة اللي تواجهك لما تيجي تكتب برنامج. بعد ما نفهم المشكلة خلونا الآن نشوف البرنامج اللي راح نكتبه وش راح يسوي بالضبط. طبعا اول خطوة في البرنامج اكيد انه راح يقرأ الوزن والطول، واضح جدا هذه مدخلات زين. اذا انت نفسك لما جيت تحسب البي ام اي الخاص بك، بكل بساطه انت جيت اخذت وزنك وخذت طولك وبعدين طلعت على حاسبه وحسبت البي ام اي، يعني المدخل لك زين، او القيم اللي انت اخذتها هي وزنك وطولك. يعني خلينا نفرض انك مثلا جيت تحسب البي ام اي لشخص قريب لك او صديق زين، صديق تبي تطلب منه الوزن والطول، فالمدخل اللي يعطيك اياه او القيم اللي يعطيك اياها هي الوزن والطول. فانت اذا اردت انك تكتب برنامج بحيث انه الكمبيوتر يحسب البي ام اي لشخص معين، فاذا الكمبيوتر يحتاج الوزن والطول زين، وبالتالي نحدد انه الوزن والطول هنا عندنا انبوت او مدخلات. المخرجات هي وحده من الكلمات هذه: نحيف جدا او وزن معتدل او بدين او سمنه مفرطه زين. إذن هذا هو المخرج. طبعا الشخص ما يهمه انك تعطيه الرقم، لذلك هنا يعني يهمنا ان نعطي الشخص واحده من الكلمات هذه، نقول له اما انه نحيف جدا او وزن معتدل او بدين او سمنه مفرطه زين. فاذا عرفنا حين المدخلات عرفنا المخرجات. السؤال الان وش المعالجه والبروسيسنج اللي راح يسويه البرنامج على المدخلات عشان يعطينا المخرجات. اول خطوه في البروسيسنج طبعا، وهذه اللي شفناها قبل، الخطوة الأولى هي عملية حساب. الخطوة رقم واحد هي حساب الـ BMI، وطبعا يتم حساب الـ BMI باستخدام يعني لاحظ أني أنا الحين أكتب، يعني قبل ما أروح للإكليبس أو أي برنامج كتبت برنامج، لاحظ أني جالس أكتب
على ورقة أو على حاجة برا، يعني لازم ضروري جدا يعني إنك تكتب، يصير عندك فكرة عن البرنامج، راح يسوي البرنامج قبل ما تبدأ تكتب البرنامج، يعني خصوصا في بداية البرمجة، يمكن يعني مجرد إنك تبدأ تكتب البرنامج تبدأ يروح فكرك وذهنك إلى كيف نكتب في الجافا، كيف أحط هنا سيمي كولن، لا أنصت هنا، نسيت قوس هنا، ما أدري، يعني تبدأ تنحاسب الأمور هذه، بعدين تنسى فكرة البرنامج نفسه، تنسى ما يسمى بالألغوريثم حق البرنامج زين او خوارزميه البرنامج. فذلك مهم جدا انك تكتب الاشياء هذه برا، تكتب الانبوت، تحدد ايش الانبوت، تحدد الاوتبوت الاشياء. طبعا احنا شفنا قبل كيف تحديد الانبوت والاوتبوت وحساب البي ماي، فذلك راح اختصر الجزء هذا. فنقول الخطوه الاولى حساب البي ام اي، وطبعا راح يكون عندنا فاريبل مثلا بي ام اي، والفاريبل هذا نسند له الدبليو اللي هي الوزن تقسيم الهايت في الهايت اللي هو اتش في اتش، ولازم يكون بين قوسين لأنه طبعا نحتاج الهايت تربيع. فإذا بالطريقة هذه نكون حسبنا البي ام اي. السؤال الآن بناء على النتيجة هذه نبغى نحدد أي واحدة من الأربعة هذه راح نطبعها زين، او واحده من الاربع كلمات. طبعا راح نطبعها باللغه الانجليزيه يعني يعني الترجمه ما في مشكله، هذا يعني ليست مشكله برمجيه، هنا مو مشكله لغه فقط. لكن السؤال الان كيف راح، ما هي الخطوه التاليه قبل ما نبدا نكتب برنامج؟ خلونا نحاول اننا ان خلونا نحاول اننا نشوف كيف راح كيف راح لو مثلا لو انت بنفسك تبغى تحسب زين، كيف راح تحسب ال بي ام اي، او عفوا كيف راح تحسب الناتج هذا، هل هو الوزن المعتدل او كذا تقريبا؟ يعني اللي راح تقوله في بالك، او لو جيت تعلم شخص راح تقول الكلام التالي زين، راح تقول اذا زين اذا وبعد كذا اذا شو اسمه اذا البي ام اي، راح استخدم هنا لون مختلف، اذا البي ام اي زين، وبعد كذا راح تقول بين شو اسمه، او خل ما راح نستخدم يعني كلمه بين، لكن نستخدم اكبر منه اصغر منه، مثلا اذا البي ام اي اصغر من زين، وإذا تذكرون القيمة كانت 18.5 زين، فإذا البي ام اي أصغر من 18.5 مضبوط، فإننا راح نطبع الكلمة، راح نطبع هنا الأوتبوت عندنا راح يكون underweight، طبعا نكتبها بالإنجليزي underweight زين. طبعا من وين احنا جبنا المعلومه هذه؟ بكل بساطه جبناها من الـ 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 من السؤال هنا. لو تشوف السؤال اذا البي ام اي اقل من 18.5 فان هذا يعني نحيف جدا او اندر ويت. بس لاحظ ان حاولنا الحين احنا الان احنا نحاول نكتب ما يسمى بالسودو كود، او يعني هو عباره عن كود او برنامج، لكنه مو نفس البرنامج اللي يكتبه الكمبيوتر، يعني شبيه بالطريقة اللي يستخدمها الكمبيوتر، لكنه في نفس الوقت فيه كلمات وفيه عبارات من العبارات البشرية اللي احنا نستخدمها احنا كبشر زين. وهذه خطوة وسطية مهمة جدا قبل ما انك تكتب البرنامج حتى يسهل عليك. فإذا راح نكتب إذا البي ماي، هذا فعليا يعني أنت لو سألت شخص كيف بيحسب هذا، أو لو فكرت أنت كيف راح تحسب زين بالضبط، راح تسوي تحسب البي ماي، بعد كذا راح تتبع لواحدة من القواعد هذه، تقول إذا البي ماي أصغر من 18.5 فإنه راح اقول للشخص مثلا اللي سالني عن وزنه، اقول والله انت اندر ويت صديقي او اي ان كان مضبوط. بعد كذا انا بنقول شو اسمه، والا زين، والا مضبوط، اذ مره ثانيه اذا شو اسمه البي ام اي، مرة أخرى نكتبها البي ام اي
وهنا راح يكون عندنا خيارين طبعا، البي ماي أصغر من 18 و عفوا مو 18 ونص، أصغر من 24.9. إذا البي ماي أصغر من أو يساوي، طبعا أصغر من أو يساوي، خلونا نعدلها شوي، أو خلونا نكتبها بالطريقة التالية أفضل يمكن. بما أننا نبغى نقول أن البي ماي أصغر من أو يساوي 24.9، فخلونا نقول إذا البي ماي أصغر من 25، إذا البي ماي أصغر من 25، وطبعا وهذه يعني هذه مهمة، و زين البيم وأكبر أكبر من 18، أكبر من أو يساوي زين 18.5. ومهم جدا اللي يساوي، لأنه طبعا احنا قلنا اذا البي ماي اصغر من 18.5 فانه اندر ويت. طيب لو كان البي ماي 18.5 او اكبر من 18.5 في نفس الوقت اصغر من 25، فانه يكون نحكم على الشخص في هذه الحاله بانه نورمال. طيب بعد كذا مره اخرى نرجع لنفس الكلام اللي كتبناه قبل، والا خلو نستخدم إذا كنت أذكر طيب لعله يكون قريب شوي. طيب وإلا زين مرة أخرى، إذا البي ماي اللي عندنا بنفس الطريقة، إذا البي ماي، وطبعا راح اكتبها للحالتين الاخيرات عشان اسرع يعني اختصارا للوقت، الحاله الثالثه والرابعه، ونفس الشيء كلمه والا هنا، والا ونفس الشيء كلمه اذا. زين اذا البي ام اي هنا اصغر من، في هذه الحالة أصغر من 30، طبعا راح نكتب هنا أصغر من، هنا نقول أكبر من أو يساوي زين، ونفس الشيء هنا نقول أكبر من، برضو أنا راح أكتبه بس عشان ما أصغر من، هنا أكبر من، أكبر من أو يساوي، والأرقام هي أصغر من 30 وأكبر من أو يساوي 25. زين ولا ننسى طبعا و مهمة جدا في هذه الحالة، فإنه راح يعطينا بالنسبة لل راح يعطينا هنا راح يعطينا overweight وهنا راح يعطينا obese أو السمنة المفرطة. إذا بكل بساطة تقريبا هذا هو هذه الطريقة اللي راح نستخدمها، بغض النظر عن الاف ستيتمنت، لكن هذه الطريقه اللي راح نستخدمها احنا لو جينا نحل المساله بيدنا. زين راح نحسب البي ام اي من خلال القانون اللي عندنا، القانون هذا قانون حساب البي ام اي. بعد كذا راح نقول يعني شو اسمه، اذا والله البي ام اي اصغر من 18.5 فانك يا الشخص اللي سالتني اندر ويت، والا اذا البي ام اي اصغر من 25 واكبر منه يساوي 18.5 فإنك نورمال، وإلا إذا البي ماي أصغر من 30 وأكبر من أو يساوي 25 فإنك أوفر ويت، وإلا إذا البي ماي أكبر من أو يساوي، أو عفوا هنا نسينا شو اسمه آخر رقم وهو 30 طبعا، أو يساوي 30
فإنك يا الشخص أنت تعتبر overweight obese obese اللي هي السمنة المفرطة. زين طبعا الآن الكمبيوتر زين، أنت الآن راح تكتب برنامج، تحاول تحل المسألة هذه، راح تكتب برنامج عبارة عن سلسلة تعليمات راح يتبعها الكمبيوتر وينفذها، مضبوط، بحيث إنه الكمبيوتر راح ياخذ input الطول والوزن، وبعد ذلك يطبع واحدة من الكلمات الأربع هذه. زين، فإذا راح نترجم نوعا ما هالسودو كود هذا اللي كتبناه إلى برنامج الكمبيوتر، وراح نكتب شيء شبيه من خلال الجملة الشرطية، راح نكتب شيء شبيه بالشيء هذا، زين، من خلال استخدام ما يسمى بالجملة الشرطية أو الـ if statement، بحيث إنه الكمبيوتر راح ينفذ الجملة الشرطية هذه أو الـ if statement ويطبع لنا واحدة من الأربع هذه. طيب خلونا نشوف البرنامج، خلونا نكتب البرنامج مع بعض ونشوف كيف يعمل. طبعا راح نستخدم إن شاء الله برنامج جليت اللي كنا نستخدمه قبل لكتابة البرنامج. احنا طبعا كاتبين، وكتبت انا قبل جزء من البرنامج هذا، اتفق على اساس اننا مخلصين منه ومنتهين، اللي هو البرنامج اللي يقرأ الوزن والطول، يقرأ هنا عندنا الوزن ويقرأ عندنا الطول، وبعد كذا يحسب لنا البي ام اي. الآن الخطوة التالية هي جملة الـ if statement أو الجملة الشرطية، والطريقة اللي نكتب فيها بالجملة الشرطية هي بالضبط الطريقة اللي كتبنا فيها هنا، يعني ترجمة جدا قريبة من، أو الكود راح يكون جدا قريب من الكود هذا، ولكن مع بعض شو اسمه، ولكن كود يعني strict أو formal أكثر، يعني بحكم أننا راح نكتبه بلغة الجافا. طيب هنا كتبنا إذا الـ BMI أصغر من 18.5 فإنك اطبع لنا underweight. فهنا راح نقول if، هذه الطريقة، if BMI أصغر من، زين، أصغر من 18.5، زين، فإنه شو اسمه system dot out dot، طبعا هذه طريقة الطباعة زي ما قلنا قبل، dot println under weight، مضبوط. طيب الآن هذه الحالة الأولى، if ال BMI أصغر من 18.5 فإنك اطبع لنا أندر ويت. طبعا نحط هنا شوي مسافة هنا عشان نعرف إنه هذه تبع الـ. بعد كذا وش كتبنا احنا هنا؟ كتبنا وإلا إذا الـ BMI أصغر من 25 وأكبر من أو يساوي 18.5. خلونا نكتب الشيء هذا، else، وإلا إذا، مرة ثانية if، تذكر، وإلا إذا، زين، else if، هنا else if، فكان القضية هي بس ترجمة يعني شبيهة، يعني بترجمة من العربي للإنجليزي، زين، else if، فهذا كتبنا else if الـ BMI، احنا قلنا هنا أصغر من 25 وأكبر من أو يساوي 18.5، إذا الـ BMI أصغر من 25 و and أكبر من 18.5، زين. طيب طبعا احنا ما قلنا هنا اكبر من، قلنا اكبر من او يساوي، زين، فتقدر تكتب في الجافا شيء زي كذا، اكبر من او يساوي، عفوا، اكبر من او يساوي 18.5. طبعا إذا كان الوضع هو هذا، يعني إذا كان الـ BMI أكبر أصغر من 25 وأكبر من 18.5، فإنك اطبع لنا system.out.println، زين، ونطبع هنا normal ونسكر ال شو اسمه التنصيص. نفس الشيء هنا else if BMI، الحالة الثالثة،
إذا البي ام اي أصغر من 30 وأكبر من أو يساوي 25، بي ام اي أصغر من 30 وأكبر من أو يساوي 25، أكبر من أو يساوي 25، فإننا نبغى system dot out dot println، وهنا نطبع كلمة over، أو خلينا over، طبعا تقدر تطبع زي ما تبغى، بس يعني فضلا تكون capital overweight. وفي الأخير آخر شيء، وإلا إذا الـ BMI أكبر من أو يساوي 30 فإنك تطبع obese. زين، else if BMI أكبر من أو يساوي 30 فإنك اطبع system dot out dot println obese. إذا بكل اختصار اللي قلناه هنا، إذا الـ BMI حق الشخص أصغر من 18.5 اطبع underweight، إذا الـ BMI بين 25 و 18.5 يعني أصغر من 25 وأكبر من 18.5 فإنك اطبع لنا normal، إذا الـ BMI بين 30 و 25 يعني أصغر من 30 وأكبر من أو يساوي 25 فإنك اطبع overweight، إذا الـ BMI أكبر من أو يساوي 30 فإنك اطبع obese. طبعا في مجموعة ملاحظات هنا مهمة ما زال تنقصنا، يعني الترجمة ما زالت غير كاملة. أولا لازم الشرط حق الـ if statement زين يكون بين قوسين، بين هلالين، هذا هو الشرط، هذا هو ما نقصد بالشرط. زين، بالضبط اللي احنا نسويه انه إذا تحقق الشرط اللي بين القوسين فإنك نفذ العبارة الموجودة هنا عندنا. نفس الشيء هنا، إذا تحقق الشرط اللي بين القوسين، خلونا نحط الأقواس مرة ثانية، إذا تحقق الشرط اللي موجود بين القوسين هذولي فإنك نفذ لي عبارة الطباعة. ونفس الشيء هنا، ونفس الشيء هنا برضو، نفس ال حطيته هنا قبل الإف، لا هو في الحقيقة هنا. طيب معليش، الشرط هو اللي بعد الإف طبعا، أكيد هذا هو الشرط، وهنا عندنا نفس الشيء شرط هنا، هذا هو الشرط. إذن هذا التغيير الأول، يجب أننا في الشرط لما نذكر الشرط أن نحطه بين قوسين زي ما أنتم شايفين هنا. التغيير الثاني أنه في الجافة ما تستطيع أنك تستخدم AND زين، وإنما تحتاج أو ما في أوبريتور في الجافة اسمه AND، وإنما الأوبريتور هو هذا، هو معنى هذا AND زين، فمعنى الأوبريتور هذا AND، فبدلا من أن نكتب AND اللي كتبناه احنا طبعا بالعربي و هنا في الشرط زين، بدلا من نكتب هذه نكتب AND الحرفين هذولي زين، أو هم غالبا يكونوا موجودين في لوحة المفاتيح فوق رقم 7، شيفت ورقم 7. فإذا هذا أوبريتور معناه AND مضبوط، أو و logical AND. نفس الشيء هنا راح نغير، نقول هنا AND. طيب إلى الآن باقي لنا حاجة أخيرة، وهي أنه هنا نقدر نقول هنا مثلا تقول أنت إذا الـ BMI أصغر من 25 وأكبر من أو يساوي 18 زين، لكن هنا في الكمبيوتر لازم أو في الجافة لازم تذكر الـ BMI في كل مرة تقارن فيها. فإذا لازم تقول إذا الـ BMI أصغر من 25 والـ BMI أكبر من أو يساوي 18.5. نفس الشيء هنا تقول إذا الـ BMI أصغر من 30 والـ BMI أكبر من، هنا نكتب BMI أكبر من أو يساوي 25. إذن دائما في المقارنة تكرر الفيريبل أو المتغير اللي راح تتم المقارنة معه زين. طيب الآن انتهينا من كتابة البرنامج،
البرنامج راح يقرأ لنا الوزن، يقرأ لنا الطول، وبعد كذا ينفذ لنا الشروط هذه اللي هي عبارة عن مبنية على البروبلم أو المشكلة اللي وصلتنا، اللي هي المشكلة هذه. زين، إذن الشروط اللي كتبناها احنا هي مستخرجة من المشكلة اللي وصلتنا، بناء على المشكلة قمنا بكتابة الشروط هذه. كتبنا أولا كسودو كود أو ككود يعني مقارب لنا حتى نفهم المشكلة ونعرف. بعد كذا حولنا الكود هذا إلى برنامج بلغة الجافا واستخدمنا فيه الـ if statement. زين، طيب راح أخلي التنفيذ في فيديو قادم، أعطيك فرصة تقرأ تشوف كيف الـ if statement تشتغل، كيف الـ if والـ else موجودة، وكيف الـ conditions موجودة. حاول تفكر كيف أنت شخصيا، يعني لو جيت تخيل كيف الكمبيوتر لما يجي ينفذ البرنامج كيف راح ينفذه. زين، كيف وش الأسطر اللي راح ينفذها؟ مثلا يعني أقصد هنا مثلا سطر 11، سطر 12 طبعا ما في شيء ينفذ أصلا، لكن 13 فوش الأسطر اللي راح ينفذها؟ يعني تصور قيمة، مثلا خذ لك قيمة، خذ لك طولك ووزنك مثلا أنت شخصيا، احسبهم، شوف كم يطلع البي ام اي، بعد كذا شفت أي واحدة من هذه تبي تنطبع. زين، بناء على السؤال يعني اللي جانا، وشوف وش الأسطر اللي راح تتنفذ الجملة، شو كيف راح يتنفذ البرنامج. حاول تفكر شوي بس، بعد كذا انتقل للفيديو القادم عشان تشوف إن شاء الله نراجع كيف يتم تنفيذ الـ if statement. وشكرا.